أمام المجتمع الدولي مطلوبا للقانون الدولي. لا يمكن أن يسكت أبناء شعب البحرين عن هذه الجريمة، جريمة تحدث بمرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقول أنه يرعى حقوق الإنسان. الخليفة إنما تحرض على الخروج على القانون، إنما تحرض على عدم وجود سلم وأمن لا في إقليمنا ولا على مستوى العالم. استمر في حكم الناس بلغة الرصاص وبلغة السجن وبلغة الإرهاب، هذا ما تفعله حكومة بريطانيا. السيدة تريزا ماي، تصريح الخارجية البريطانية اليوم تصريح وقح. يا صوت